السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة. اليوم غنقدم لكم شباكية لحشيشة ومعلقة وسهلة التحضير، نتمنى تجربوها إن شاء الله. المكونات كنحتاجو جبانية ديال الجنجلان اللي محمر ومطحون مزيان، واحد الكاس صغير من بيغ نوازيت، الزبده كندوبها على مهل حتى يولي اللون ديالها بحال هاد اللون، جوج كيسان ديال الزيت روميه، نصف كاس من ماء زهر، ربع كاس من الخل، زدت عليه شويه الزعفران الشعره، الا ما كانش عندكم زيدوا غير شويه من الملون الغذائي، جوج كيسان من الماء الدافئ، 60 غرام من المسكه الحره، ملعقه كبيره من حبات الحلاوه ولا نافع، انا عندي غير حبات الحلاوه، غندير غير حبات الحلاوه، ملعقه صغيره من القرفه، بيضه كامله، راس ملعقه صغيره من الخميره طريه، ورشه ملح ودقيق. كنحتاجو انا غربلته، كنحتاج 2 كيلو ديال الدقيق ناقص واحد الكاس، 2 كيلو ديال الدقيق انا كنحيدو فيه واحد الكاس. دابا غندوزو للطريقه، كنبدا كنضيف النواشف، سجلان، قرفة، حبة الحلاوة، كنزيدو المسكة الحرة، الخميرة والملح، كنخلط مزيان، دابا غنضيف السوائل، نبداو بالزبدة، بسم الله، نضيف الزيت، نضيف الماء الزهر، عندنا الخليط ديال الخل وزعفران شعرة، إذا ما كانش عندكم ديروا غير الزعفران عادي، بسم الله، نخلط كلشي، من بعد غنضيف الماء شوية بشوية، والبيضة، ملي تجانسوا العناصر مزيان دابا غنضيف الماء شويه بشويه، كنردوا البال العجين ديال الشباكيه كيكون قاصح شويه، كيكون قاصح، دابا غنضيف الماء اللي باقي، خاصني نعجنها مزيان حتى تخلي هاد الماء ديالها، فاخر المطاف العجينه ديالي زدت ليها واحد نص كاس ديال الماء مازال، حيت عندي دقيق كيشرب بزاف، ما يجمعكها العجين خاص يكون ما امكن قاصح، ما يكونش قاصح بزاف، المهم يكون قاصح، المهم نوريكم. دابا العجن هذه ندلكها بحال المسمنه، بهذه الطريقه
ملي كملتهم كاملين غنخليهم يرتاح واحد ساعه ونص حتى لساعتين باش تسهل علينا الخدمه من بعد. دليت العجينه ديالي بشويه ديال الدقيق حيت لقات شويه ديال اللبن، غير شويه ما تكثروش من الدقيق. ملي ديك العجينه مزيان دابا غنحاول نعمل مربعات، نقطع مربعات ونقسمها على ست الاشرطه. ديال الشباك اللي سهله بزاف، يعني كل مربع فيه ست الاشرطه، كنحاول نطوي كل جوج الاشرطه على بعضياتهم بهذه الطريقه. هاد جوج الاخرين كنقرصهم في الوسط، كنقرصهم مزيان، من بعد كنقلب كنحل. طريقه سهله جدا. نوريكم طريقه الشباك واحده اخرى. حنا خمسة الاشرطه، المهم كنهز الاولاني وكنحط الثاني وكنهز الثالث ونحط الرابع ونهز الخامس بهذه الطريقه. بعد كنسد مزيان، حط واحد على، نحط الثاني على الاول والثالث على الثاني بهذه الطريقه. حط دابا غندوزو المرحله ديال الطياب. هنايا درت الزيت شعلت عليه مزيان، من بعد غنقص العافيه العسل. ها هو، المهم راه سخنتو غير شويه الصفايا وزنجلان. بسم الله نبداو الطياب. المهم نقصو العافيه شويه راه غتحمر. بعد مباشرة كديروها في العسل، كتخليوها تشرب العسل مزيان عاد كيدعو ديرو ليها شي زوين.